فيديو بعنوان علامات نهاية الزمان، هل براءة اختراع بيل جيتس برقم 666 هي علامة الوحش؟ هل أختام الرؤية فتحت الآن؟ يتساءل مندهشا ما الذي جعل أغنى رجل في العالم والمتخصص في مجال الكمبيوترات وفيروساتها يتنبأ بحدوث وباء فيروسي قادم قبل سنوات من حدوثه بالفعل، ويتحدث في الأعداد المناسبة للبشرية لكي لا تكون عبئا عليها، أو يتعامل مع فيروس بشري وحتى تتقدم شركته بالحصول على براءة اختراع رقمها 060606 لتتبع نشاط الجسم البشري من خلال تقنية إلكترونية، فيما يمكن أن يكون إشارة وتوافق برأي قصة صانع الفيديو مع نبوات نهاية الأيام بسفر الرؤية عن ضد المسيح والعدد 666 الخاص به بالسفر. ويرد آخرون على النت بأن رقم براءة اختراع شركة بيل جيتس هو WO2020060606A1، وهو بهذا ليس 666 حتى لو احتوى الرقم على 3 مرات الرقم 6. وبراءة الاختراع هذه تختص بتتبع نشاط الجسم البشري من خلال تقنية يمكن ارتداؤها مثل الساعة الذكية، وليس بالضرورة رقائق دقيقة مزروعة بالجسم البشري، والتي يتصور بعض المسيحيين بالغرب احتمالية كونها علامة أو سمة الوحش القادمة بحسب تفسيرهم لسفر الرؤية. ويرد عليهم القس بأن الهدف من براءة الاختراع كما هو مكتوب ومعلن هو أنه نظام إلكتروني بيولوجي يستشعر نشاط الجسم من خلال جهاز استشعار يقترن بالمستخدم لاستشعار نشاط الجسم البشري، ما يجعله من الجائز جدا أن يرتبط مستقبلا بالتحكم بالبيع والشراء من خلال شريحة تقترن بالجسم البشري، وأن WO برقم البراءة هو مجرد اختصار عبارة المنظمة الدولية المصدرة للبراءة، والرقم 2020 بعدها هو رقم العام 2020، وبالتالي يكون رقم البراءة فعلا هو 060606، ما يعني الرقم 666 وقبل كل 6 منه صفرا. وجدير بالذكر أنه ظهر على النت أيضا من قارن اسم بيل جيتس الأصلي والقديم وهو ويليام هنري جيتس 3 لكونه الثالث بترتيب إخوته بالرقم 666، حيث قالوا أنه يكافئها بلغة ASCII وهي لغة حاسبية تعرف بلغة الرموز القياسية الأمريكية لتبادل المعلومات. وقال آخرون بأنه أعلن عن انتهاء اللقاح بعد 18 شهرا أي في أكتوبر 2021، حيث سيكون عمره وقتها بالضبط 66 عاما، وأن الأمر ليس مصادفة بالغالب أن تعطي كلمة كورونا الرقم 666 ويعطي اسم بيل جيتس من تنبأ بها أيضا الرقم 666 برأيهم، في حين رد آخرون بأن الرجل الخير الذي وهب نصف ثروته للأعمال الخيرية لا يمكن بأي حال أن يكون وحش رؤية. ورد آخرون في خضم السجال بأنه مكتوب بأنه سيكون له قرنان شبه خروف ولكنه يتكلم كتنين. أخيرا يتساءل القس بالفيديو، هل يمكن أن يكون الختم الأول من أختام نهاية العالم بسفر الرؤية والموصوب بكونه فرس أبيض الجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب كما ورد برؤية 6-2، هل يمكن أن يكون هو كورونا باعتبار أن اسم كورونا باللاتينية والعديد من اللغات الأوروبية يعني إكليل، وأن الفرس الأبيض يشير إلى مهنة الطب التي لن يتردد معها كائنا من كان في تقبل أي لقاح تقترحه بصرف النظر عن مكوناته؟ بل ويضيف البعض، وهل يكون القوس الذي مع صاحب الفرس الأبيض هو سماعته الطبية؟ وأخيرا يتساءل القس بالفيديو، هل ستشهد الأيام القادمة فعلا على إثر كورونا تطور الأمر إلى حرب قادمة تنشأ عنها وبعدها مجاعة هائلة كما يفهم من الختوم التالية للختم الأول بسفر الرؤية؟